في عندي جديد يمكن غير عن الشباب بحكم احنا الحين في الرياض في ذا الحر. ايه. وبعض يمكن المتابعين ما بعد سافروا. ايه. واللي ما سافر ان شاء الله اليوم نسفرهم على حساب نعنشه. كفو كفو. بيض الله وجهه. صوتوا لنا عاد عشان سفرناكم ببلاش الحين. طيب. الحين بحكم ان اغلبكم ركبت الطياره. ايش تسمع الحين ركبت الطياره؟ تعيشوا الجو الحين انكم في الطياره وبروح تركيا الحين ولا شيء؟ يا سلام. السفر نعم. يا سلام. دعاء السفر في الطياره. نعم. اكيد انك تسمع يقول لك الله اكبر. الله اكبر. الله أكبر سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوي عنا بعده اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل هذه الآخرة عاد.